التابلت وأولى وتانية وتالتة ثانوي، وإمتى المفروض يبقوا مخلصين دفع التأمين؟ يدفعوه من دلوقتي، وهيبقى في ايديهم التابلت خلال 3 أسابيع، لانه احنا اول ما بيبدا العام الدراسي بنبقى محتاجين تدقيق قاعده البيانات عشان نعرف مين المستفيد من الاجهزه. نعم. اللي هم دخلوا ثانوي عام، فلازم يدخلوا المدارس ويتسجلوا علشان نبقى احنا عندنا القاعده اخر قاعده محدثه. نعم. نفس الوقت بيبان عليها مين دفع التامين، وده اللي هيتم توزيع التابلت عليه. فالموضوع ده اتكرر 3 سنين، والناس في المدارس عارفه بيتعمل ازاي، وسهل جدا. يدفع في البريد او في فوري، وبيتسجل مباشره، والتابلت في المخازن يعني موجوده، فنوزعها بس بمجرد انتهاء دفع التامين وتوزيعها على المديريات. نعم. سيادة الوزير، هل في ميعاد محدد انه حضرتك عامله للوزاره لتسليم الكتب خلال العام الدراسي السنه دي؟ يعني يبقى اخر موعد الفتره الفلانيه او الوقت الفلاني؟ الكتب بتتوزع يا فندم من كي جي 1 لحد الاعداديه. ايوه. الكتب في المناهج الجديده اللي هي من كي جي 1 لثالثه ابتدائي موجوده، لانها كانت متالفه قبل كده. نعم. وبيعاد طباعتها وتوزيعها، ودي موجوده في مخازن المديريات. بتتوزع على المدارس الحكوميه من النهارده. كتب اللي بتروح للمدارس الخاصة أو الرسمية لغات بتروح بسيستم مختلف، لأن في بعض الكتب المختلفة وكتب موجودة باللغات مش باللغة العربية زي العلوم والرياضيات. الكتب الوحيدة اللي هي جديدة لينك بتاعت رابعة ابتدائي. بتاعت رابعة ابتدائي تم الانتهاء من معظم الكتب للترم الأولاني، وبرضه في المخازن وفي طريقها للمدارس الخاصة. بنتكلم في أول أسبوعين من الدراسة يكون الكتب في إيد كل الأولاد. كل الأولاد.